مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من دردشة مع غادة. مساء الخير يا غادة. مساء الخير يا غادة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، ودردشة جديدة ودردشة مع غادة. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا أخبار هنعرفها، ويعني في منها طبعا الحلو وفي منها اللي مش حلو، لكن هيبقى يكون معانا موضوع أساسي الحقيقة، هو موضوع يعني بيمس المشاعر وإحنا كنا حابين نتكلم فيه، لكن الأول هنقول الأخبار. طبعا اول حاجه الاسبوع ده يعني حصلت انه اخيرا يعني الحمد لله بعد 11 يوم من الحادثه اللي كانت حصلت في الواحات قدروا ان هم اعتقد القوات من الجيش والشرطه مع بعض تقريبا يا ابني مش كده قوات الاثنين مع بعض قدروا ان هم يحرروا محمد الحايس اللي هو كان النقيب محمد الحايس هو رئيس او سوري هو معاون مباحث اسم تاني اكتوبر. فالحقيقه طبعا ده كان خبر يفرحنا كلنا انه الحمد لله تم تحريره، وطبعا حصلت حاجات كتير تانية، لكن كان من اهم الاخبار الحقيقه انه هو تم تحريره وهو حي الحمد لله، واعتقد ان هو في المستشفى بيتلقى العلاج دلوقتي، فطبعا دي حاجه الحمد لله فرحتنا كتير جدا، غير انه فعلا القوات قدرت كمان ان هي تهاجم عدد كبير من الارهابيين، واعتقد ان هي يعني حصلت اشتباكات او حاجه زي كده، وكان فيهم عدد كتير مات يعني. لكن اهم من ده ان هو النقيب محمد الحايس الحمد لله حي يرزق. قول لنا يا عابر كده ايه اللي حصل في اليوم ده؟ مفيش طبعا، هو كلنا عرفنا طبعا حادثه الواحات، وعرفنا انه في نقيب كان اختطف او كان بحوزه الارهابيين يعني، وطبعا كان هو النقيب محمد الحايس معاون مباحث اسم تاني في اكتوبر، وفعلا اختفى لمده 11 يوم، وطبعا بعد توجيهات السيد الرئيس وبالاشتراك عناصر طبعا من الصاعقة ومصحوبة بتغطية جوية وضربة جوية نوعية، قدر انه يستعيد تاني النقيب محمد الحايس، وكان خد طلقة في رجله، وقيل انه هو كان المجموعة كانت بصدد تهريبه لليبيا او ياخدوه معاهم من الناحية التانية او الكلام ده، الله اعلم بقى للتفاوض او لقتله او ايا كان. حتى والده الدكتور علاء الدين كان بيقول انا عايز ابني حيا او شهيدا، الحمد لله طبعا على رجوعه سالما وبيتلقى العلاج، حتى الرئيس السيسي زاره بنفسه في المستشفى القوات المسلحه واطمأن على صحته، ودي كانت لفته. احنا معانا صور اهي الرئيس السيسي هو بيزور النقيب محمد الحايس، كانت لفتة جميلة فعلا من طبعا طبعا الرئيس. هو يعني هو عمل فرحة كبيرة جدا الحقيقة انه الحمد لله حي يرزق، يعني الحمد لله انه هو طلع منها. طبعا هو اكيد بيتلقى العلاج وكفاية الصدمات النفسية، لكن الحمد لله انه هو رجع بالسلامة يعني، واعتقد ان طبعا زيارة الرئيس اكيد برضه هترفع من روحه المعنوية جدا يعني. اكيد طبعا، اعتقد طبعا يعني احنا عايزين نبارك لاسرته والوالده طبعا ان هو الحمد لله رجع لهم بالسلامه وربنا يديله الصحه. والناس اللي بتشكك في قدرات القوات المسلحه او الشرطه او الكلام ده، طبعا يعني دي برضو عمليه الحمد لله طبعا بتوفيق من ربنا انه قدروا يستعيدوا تاني النقيب محمد الحايس، لكن انه مفيش حاجه بتروح، وانه الصقر انه قواتنا عندها الجاهزيه دايما للاخذ بالصقر وتاديب الارهابيين او استعادة رجالتنا، يعني دايما ان شاء الله عند حسن ظن الشعب وتجديد الثقة في قدرات قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة. يعني احنا بنقول مبروك لاهله الحمد لله ان هو رجع طبعًا. وربنا ان شاء الله يشفيه كده وتمشي فيه على خير ويقوم بالسلامة ان شاء الله. يعني على قد ما احنا فرحانين طبعا بخبر زي كده، لكن للاسف برضو الاسبوع ده شفنا حادثه الحقيقه كانت صعبه شويه، كانت في اسماعيليه امام جامع قناه السويس، كان في طالب اسمه هاني فريد. هاني هو طالب في كليه الصيدله اعتقد في سنه رابعه، طالع من الجامعه فبيعدي الشارع عادي جدا، المفروض انه يعني هو بيعدي بعد مطب على اساس انه اي عربيه جايه لازم هتكون ماشيه يعني مهديه السرعه طبعا اكيد ما بتجريش يعني، ولكن للاسف انه كان في شاب تاني بيسوق العربيه، هو شاب صغير عنده 18 سنه طبعا جاي بسرعه جنونيه زي ما اتكتب في كل حته، للاسف طبعا انه خبط هاني، يعني خبطه كانت شديده جدا، هاني طلع اترفع لفوق ونزل على الارض طبعا في حاله اصابات وحاله نزيف شديده. للاسف احنا معانا الصور طبعا زي ما احنا شايفين، لكن يعني هو الطالب طبعا للاسف ان توفى الله.
طبعا شايفين كمية الدم اللي حواليه، لأنه هو فعلا اتخبط خبطة جامدة جدا أدت للنزيف من كل حتة. الغريب طبعا ان اللي خبطه ده جري بالعربية، ولكن كان في سواق تاكس من الشباب المحترم جدا اسمه حازم، اعتقد ان هو انه يعني الحقيقة حازم عمل مجهود جامد جدا عشان يقدر يجري ورا الولد الصغير اللي ضرب هاني، وفعلا وقفوه وقدروا ان هم يمسكوه. طبعا الولد حاول يكلم اهله، فعلا احنا معانا صورة حازم اللي هو سواق التاكس المحترم جدا اللي مرضيش ان يشوف الولد هاني بيتقتل او يعني اتخبط ومات والتاني جري ولا كأن في حاجة حصلت يعني. وطبعا عيل صغير عنده 18 سنة. احنا كل الشكر ليك يا حازم على رجولتك وعلى شهامتك وعلى وقفتك جنب شخص خلاص هو مات، لكن انت برضو يعني حاولت انك تجيب له حقه. احنا دي معانا صورة الرخصة بتاعته، يعني احنا كل التحية والله والتقدير لهاني لحازم لانه شاب محترم جدا الحقيقة، لانه مرضيش انه يشوف الغلط ويسكت عليه، بالرغم من ان الحادثة دي طبعا كانت في الشارع كل الناس اتفرجت، وللأسف ان كان في ناس بس العربيات بتهدي عشان تتفرج، واللي عايز يصور شوية صور ما فيش مانع، لكن ما كانش فيه اي حد ايجابي الا يمكن حازم ومجموعة بسيطة من السواقين التاكسي اللي هم يعني حازم عارفهم زمايل حازم. الحقيقة كانت حادثة جامدة جدا، وللأسف ان هاني توفى الله، لكن اعتقد كمان ان كان في اهمال طبي جامد قوي يعني. اكيد طبعا، هو الحادثة دي فعلا من الحوادث طبعا المتكررة واللي بنسمع عنها، لكن يمكن الحادثة دي كان فيها يعني حتة كده مش كويسة فعلا، تفاعل الناس مع الحادثة او بتاع. طبعا الشباب الطايش كتير و 18 سنة بيجري بعربية، طبعا زي ما شفنا الصور خبط ولد طبعا في ريعان شباب ورابعة صيدلة. طبعا احنا بنعزي اهله وربنا يصبرهم، ونتمنى انه فعلا العدالة تاخد مجراها والمخطئ يعاقب ويحاسب. لكن فعلا غدا الملفت للنظر انه الحادثة حصلت وشهود العيان بيقول لك الناس واقفة تتجمع وعمالة تتفرج، محدش بيسعف حد. في تقريبا دكتورة صغيرة في السن كانت بتحاول تسعفه وبتطالب الناس ان هي تساعدها في نقل دم. طبعا زي ما شفت الصور كان النزيف حاد جدا من الودن ومن الانف ومن الفم، طبعا كانت حالة يعني مستعصية جدا ان نحاول ننقذها او نحاول نلحقه. الغريب انه الحادثة حصلت ما بين على الطريق مثلا داري في اسماعيلية، حوالين مكان الحادثة في على اليمين مستشفى الجامعة، في على الشمال مستشفى الاميري، يعني على بعد خطوات على بعد خطوات من مكان الحادث والولد بينزف. طبعا اهمال طبي لا مثيل له. طبعا اللي قال برضه انه عربيات الاسعاف او عربيه الاسعاف ما طلعتش بسهوله يعني. لا طبعا يعني راحوا عشان زمايله راحوا عشان تطلع عربيه الاسعاف، لكن للاسف ان عربيه الاسعاف ما اتحركتش، فده مما ادى طبعا انه الولد نزف اكتر من اللازم. خلاص ما كانش فيه ما فيهوش دم يعني، خلاص ان هو يفضل عايش تاني يعني. هو الحوادث دي غير متكرره وبتحصل، ويمكن يعني في كتير ما بنسمعش عنهم. بيحصل مثلا انه الولد طبعا بيكون اهله مستريحين شويه او يحاولوا يتدخلوا بنفوذهم او بفلوسهم او ايا كان، وده ممكن يكون طبعا من خوفهم على ابنهم ومستقبله والكلام ده، واحنا مش هنتكلم بصدد التربيه والاخلاق والكلام ده. لكن زي ما في الجانب ده في الجانب الثاني اللي ضده، اللي هو اللي فقد ابنه في حادثه لا مبالاه، سواء من الولد اللي كان سايق العربيه الى ان تثبت التحقيقات. احنا مش عايزين نطور الموضوع باسماء او بشخوص معينه، لكن الثابت انه دي حادثه طبعا حادثه اهمال ولا مبالاه وطيش شباب. وكمان الصحه ليست ببعيده عن الموضوع، تاخر عربيات الاسعاف، تاخر ايه ده؟ هم اصلا يعني الولد بيتهيألي كان على بعد امتار من المستشفيات الرئيسيه اللي في اسماعيليه، كون ان عربيه الاسعاف تتاخر او انه الولد يفضل ينزف وما يسعفش لغايه ما يتوفى، دي طبعا احنا نتمنى انه المسؤولين ايا كان، سواء الولد اللي عمل الحادثه او المسؤولين وزاره الصحه، انه كله ياخد جزائه. ومش كل حادثه نقول
قضاء وقدر. طبعا هو طبعا اجله انتهى اكيد، لكن الظروف الوفاه دايما بيبقى فيها درس وعظه وعبره عشان الناس تعرف او تشوف ايه اللي بيحصل وتتعامل معاه. الاهمال الطبي بزياده جدا يعني الحقيقه. الاهمال الطبي، تاخر عربيات الاسعاف، دي مش اول حادثه نشوف ان عربيه الاسعاف بتتاخر. احنا كل يوم والتاني تقريبا بنقرا على الفيس او في الجرايد انه كان في حادثه لكن عربيات الاسعاف اتاخرت ساعة ساعتين. مش طب يعني لما عربية الإسعاف بتتأخر امال ايه اللي ممكن يجي سريعا؟ يعني على ما اعتقد كمان انه الناس حاولوا كمان ان هم يركبوا اي عربية وبتاع، لكن طبعا ما كانش ينفع لانه صعب جدا نقله وهو بينزف بالشكل ده في اي عربية يعني. فللأسف الحقيقة الواحد حزين جدا انه عربيات الإسعاف اللي هي المفروض يعني في مسافة دقائق كانت تكون موجودة وتنقذ الموقف ايا كان، لكن دي مش اول حادثه نسمع عن الاهمال الطبي قد كده. الاهمال ان عربيات الاسعاف اعتقد ان هي حتى مش مجهزه ان يكون فيها دم ينفع ان هو يتنقل له فوريا، طبعا لان هو نزف كميه دم كبيره جدا. يعني اعتقد انه احنا هنا يعني الحقيقه وزاره الصحه المفروض ان هي تدي تعليماتها ان هي يكون موضوع الصراع في انقاذ الناس اكتر من كده بكتير جدا، لانه يعني دقيقه في حياه الناس اللي بتتعرض لحوادث زي كده بتفرق كتير يعني. طبعا هو فعلا قضاء وقدر وهو طبعا ربنا محدد له هو هيعيش قد ايه، ولكن اعتقد ان الاهمال الطبي برضو احنا يعني اتكلمنا فيه حلقات قبل كده وهنتكلم عنه تاني، لانه الحقيقه بتجينا حاجات كتير للبرنامج كلها تخص الاهمال الطبي. مش عارفه الحقيقه وزاره الصحه امتى ممكن تصحى من النوم وتبتدي تشوف الاهمال الطبي اللي متواجد في كل المستشفيات. اعتقد ان انا الحقيقه نفسي ان الجزئيه دي ده اهم حاجه يعني، صحه الانسان دي اهم حاجه وما زلنا بنتكلم فيها، كل البرامج بتتكلم فيها، ولكن مين المستجيب؟ الله اعلم مين المستجيب يعني. الحقيقه يعني احنا ممكن نطلع من الموضوع ده دلوقتي بحاجه تكون افضل من كده شويه. حبينا ان احنا النهارده يكون عندنا حاجه كده تمس المشاعر شويه، لانه الحقيقه الموضوعين اللي احنا اتكلمنا فيهم او الخبرين اللي احنا اتكلمنا فيهم في الاول كانوا كلهم بيخصوا مشاعر معينه، يعني فرحه عوده النقيب محمد الحيس، وطبعا الحزن على الطالب اللي فقد بمنتهى السهوله امام كل زمايله وكل الشارع اللي كان موجود. بيخلينا نفكر طيب احنا الناس دي اللي ماتت دي، هل ممكن يكون الولد اللي مات ده، الراجل اللي رجع ده، ايه الفرحه اللي ممكن تكون حصلت؟ ايه المشاعر اللي ممكن تكون عايشينها؟ ايه الذكريات اللي اتكونت عند محمد الحيس؟ وايه الذكريات اللي اتكونت عند الطلبه وزمايل الطالب هاني؟ هل هيبقى في حنين بعد كده لهاني؟ الناس هيفتكروه؟ هل في حنين بعد كده او النقيب محمد الحيس هيفتكر زمايله ويفتكر اللي حصل؟ هل لما يفتكرهم هتبقى دي اسعد لحظات حياته؟ مش عارفه. احنا النهارده يعني بنتكلم في موضوع بتهيألي مشاعر فيه اكتر، حساس اكتر. الذكريات الموجوده دي في نفسيه اي انسان هي طبعا بيحكمها العقل الواعي واللاواعي، يعني او الوعي واللاواعي. طيب الذكريات دي والحنين ده هل كلنا بنعيش بيه، ولا في ناس خلاص اول ما الحاجه خلصت بترميها ولا كان في حاجه حصلت وبينسى؟ هل احنا ارتباطنا بالاماكن بالاشخاص هو اللي بيكمل بقيه حياتنا، ولا في ناس ما بيهمهاش الكلام ده كله وعادي جدا عايش حياته، واللي خلاص صاحبه اللي راح واللي وقطع صاحبه مش عارف ايه وما بقاش ليه علاقه بحد؟ تفتكر احنا ايه؟ اكيد يعني الناس العاديه ايه؟ لا فعلا طبعا يا غدا، احنا من زمان واحنا صغيرين كبرنا وفاكرين حاجات لغايه دلوقتي، سواء بيتنا كان عامل ازاي، اللعبه اللي بنحبها، المدرس اللي كنا بنحبه، المدرس اللي كنا بنكرهه، المكان اللي كنا بنخرج نلعب فيه مثلا كوره، نبقى فاكرينه لغايه دلوقتي بتفاصيله. لكن انا اعتقد ان هو موضوع الفقد بخصوص الحادثتين، يعني انا اعتقد انه بالنسبه مثلا اكيد في مشاعر متضاربه، يعني اعتقد النقيب محمد الحيس يعني مشاعره ممكن تكون سيئه من اللي شافه في الحادثه، والمكان ده بالنسبه له بقى مكان يعني سيء الذكرى، يعني طبعا صعب، شاف زمايله بيموتوا واختطف والكلام ده، ويمكن برضو دي اججت مشاعر عند والده او اسرته او الناس اللي كانت متعاطفه ومش عارفه مصيره فين دلوقتي، انه حاسوا طبعا بحنين قوي ناحيته وعايزين يعرفوا اخباره، ايه اللي تم فيه، يا ترى صاحي، يا ترى
توفاه الله، يا اما يعني بيتهيألي كل حادث او كل مكان بيبقى له شويه مشاعر عند كل واحد حسب احتياج الشخص ده للمكان ده او ارتباطه بيه او نوع الارتباط نفسه بالحادثه دي. اعتقد يمكن في ناس بترتبط بمكان بيتها او مكان شغلها ممكن صعب جدا ان هي تغير. اكيد اكيد طبعا، كل واحد في مكان مثلا شغله، عشان كده تلاقي في بعض الناس مثلا يقول لك انا مش ممكن اسيب المكان ده، مع انه ممكن يجي له مثلا عرض تاني مثلا اقتصاديا كويس، يعني الفلوس احسن اعلى، البوزيشن او الوظيفه اللي فيه اعلى رتبه من المكان اللي هو فيه، لكن يقول لك لا انا ما سيبش المكان ده. يا ترى هو ما بيسيبش المكان ده ليه؟ ايه اللي مخليه ماسك في المكان ده؟ اكيد ممكن يكون مرتبط بالاشخاص او مرتبط بالمكان او عنده ذكريات حلوه في المكان ده خلاص مش قادر يسيبها. زي مثلا بنشوف ممكن ناس حتى لو بيته في يعني صغير عليه او في مكان مش حلو قوي او بتاع، بس في ناس برضو بترفض ان هي تعزل او تغير مكانها لان يقول لك كفايه جيران. يعني احيانا برضو احنا ممكن نكون مرتبطين بالمكان عشان عندنا جيران او عندنا اصدقاء في المكان ده، لا اللي هو مش ممكن نبعد عنهم ونسيبهم. زي الشغل برضو احيانا في واحد يرفض ان هو يسيب الشغل لانه مرتبط جدا بزمايل العمل بتوعه وما يقدرش يسيبهم. اعتقد انه ده بتبقى مشاعر حساسة جدا، مش كل الناس بتبقى حساسة، لكن في ناس بتبقى عندها حساسية عالية جدا، عندها اصول حلوة. يعني حتى احنا عندنا في مثل كده بيقولك جنة من غير ناس ما تنداس، يعني معناها انه مهما كان المكان الحلو اللي هو هيروحه يتنقله، سواء بيت جديد، شغل جديد، بلد جديدة، ولكن فين احساسه هو او فين عاطفته هو؟ حتى لو فين الناس اصحابه، فين جيرانه، فين قرايبه، فين كل الناس اللي بيحبها. يعني اعتقد نفس مشاعر الغربه اللي الانسان ممكن يحسها حتى لو هو في بلد احسن، حتى لو هو بياخد مرتب اعلى، ولكن برضه بيظل بيحس باحساس غربه شديد جدا ووحده لانه فين اهله. اعتقد ان المشاعر دي مش اي حد بيحسها. لا طبعا حتى تحس فعلا، حتى الناس ساعات تنقل من سكن لسكن، تلاقي الولاد ولادهم مثلا تلاقيهم بيلعبوا فين؟ في الحته القديمه مع اصحابهم اللي هناك، مرتبطين ارتباط بالمكان ده. يقول لك مثلا ايه البيت ده مسكون يعني، او يقال عليه اشاعات زي كده مثلا، يفضل البيت ده مرتبط في الذاكره. طبعا القصص والروايات والاساطير بترتبط ارتباط قوي جدا بالذاكره والمشاعر. يقول لك ده المكان ده احنا كنا مثلا كنا بنسمع ان في حكايات كذا كذا كذا، المكان ده مثلا مسكون، المكان ده احنا كنا بنلعب فيه واحنا صغيرين. حتى الروايات يعني القصص بتاعت الاطفال حتى ممكن الانسان بينسى من ذاكرته اشياء كتيره جدا، لكن تلاقيه فاكر مثلا مجله بتاعت اطفال كان بيقراه وهو صغير عنده 6 7 سنين مثلا، وفاكر الاشخاص وفاكر اسمائهم كويس جدا. الارتباط ده اكيد فعلا بيبقى ارتباط شرطي، مثلا ارتباط نفسي، ارتباط روحي، ارتباط سواء بالسلب او بالايجاب، سواء حصل له هنا مشكله معينه او حصل له حادث سعيد، بتظل الذاكره فيه في عقله اللاواعي، وممكن تظهر عليه في الاحلام وفي الكلام ده، لانه فعلا الحنين ده حاجه داخليه في عقله اللاواعي. يعني من غير ما يحس ممكن تلاقيه بيحن لشخص معين، بيحن لمكان معين، مرتبط بمكان شغله، حتى اسرته، المشاعر ناحيه الاب، ناحيه الام، ناحيه الاخوه، ناحيه العم، ناحيه الخال، كل دي مشاعر محدش بيخترعها او بيكتسبها، هو طبيعه تلقائي انت جواك بيبقى في مشاعر ناحيه الناس دي. يعني حقيقي، يعني دليل مثلا انت ساعات تلاقي مثلا مدرس معين ارتبطت بيه من طفولتك ما تقدرش تبعد عنه. معانا تليفون، معانا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. مع حضرتك سامي. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ سامي. انت طبعا اكيد متابع الحلقه بتاعتنا. احنا بنتكلم دلوقتي عن الاحتياج والحنين والعاطفه لمكان الشغل، لمكان البيت. يا ترى عند حضرتك اي خبره في او حاجه حصلت لك كده، ولا تحب تعلق بس؟ اتفضل. والله انا حابب، يعني انا عندي خبره طبعا من الموضوع ده، وكنت مر بتجربه زي كده، الانتقال من مكان لمكان. انا شايف ان ارتباط الانسان بالمكان بيزيد مع زياده فقد وجوده في المكان ده،
تمام. من كم مكان ده الانسان بيحقق فيه نجاح بصفة مستمرة طول فترة وجوده في المكان ده. الارتباط ده بيوصل لدرجة ان الانسان بيشعر انه جزء اللي هيتجزأ من المكان ده. مظبوط يعني. يعني لما بيقعد فيه فترة طويلة يا استاذ سامي، ولا مجرد انه اتعرف على ناس او حاجة فخلاص ما بيقدرش يسيبهم؟ هو انا اظن الانسان لو وصل لمرحلة ان هو يقعد فترة طويلة في مكان، فصعب عليه جدا ان هو يغير المكان ده. المكان ده يا استاذ سامي بالنسبة لحضرتك مكان سكن يعني وجيران، ولا مكان عمل؟ مكان عمل. مكان عمل. وحضرتك بقول لحضرتك مكان العمل لو مكان العمل، معلش انا ما سمعتش. طيب لو هل حضرتك يعني في المكان ده هو بيرتبط اكتر بكتير جدا من في المكان ده، خصوصا لو قعدت عليه سنوات طويله في المكان ده. طب انت بتحس يعني لما يعني اشتقت للمكان او حسيت ان فيه منغصات، ايه اول حاجه او ايه اهم حاجه كانت شغله تفكيرك او كانت بتعرقك او كانت مضايقك؟ هل ارتباطك بالمكان نفسه، الجدران، المكاتب، الحجرات، ايا كان ريحه المكان؟ في اماكن بيبقى فيه ريحه كده انت حتى انا شامم ريحه كذا بحس، ولا مثلا اتاثرت بالاشخاص الموجودين في المكان، في ود بينكم، في تعاطف، في علاقه مثلا اجتماعيه بينكم؟ ايه بالظبط اللي خلاك يعني ترجع، او ايه اللي خلاك تحمل المكان ده تاني؟ حضرتك هي معادله متكامله، يعني المكان بكل شيء، المكان بكل تفاصيل. يعني الانسان لما بيرتبط بمكان بيرتبط بالمكان ده بكل تفاصيل. طب هل العائد المادي يا استاذ سامي في المكان ده او في المكان القديم كانوا كلهم نفس العائد، ولا كان في اختلاف في العائد المادي؟ حضرتك اللي يحسبها بالناحيه دي بقى ده اللي يحسبها بطريقه ثانيه. لا الانسان اللي عنده احساس يعني بيمشي مشاعره اكتر، يعني مش هيغلب موضوع المادة. بيشوف المكان ده ايه مدى النجاحات اللي حققها في المكان ده. لو هو شايف ان هو كان ناجح جدا في المكان ده، طيب في حاجه مثلا ظرف ما خلاه يسيب المكان ده وينقل لمكان ثاني، اكيد هيحس بعد فتره بسيطه جدا انه لا في حنين للمكان الاول اللي هو كان شغال فيه. او في يعني بيتهيألي ان حضرتك عايز تقول ان الراحه النفسيه مش بفلوس. الراحه النفسيه اهم حاجه. ما هو انا بمجرد ما هسيب المكان ده واتنقل لمكان تاني اكيد هحط الاثنين في موضع مقارنه. تمام. فلو اتحط الاثنين في موضع مقارنه اكيد المكان اللي قضيت فيه فتره كبيره اكتر هو اللي هيكسب، اكيد المكان اللي حققت فيه نجاح اكتر هو اللي هيكسب. المقارنه اكيد هتبقى في صالح المكان اللي الانسان قضى فيه معظم حياته. ده شيء اكيد. اما لو الانسان غير مجال العمل كليا بقى الحاله دي بقى مش هيبقى فيه النوع ده من المقارنه، ممكن يقدر يتعايش مع المكان الجديد اللي بينقل فيه او كده. طب ايه استاذ سامي ايه الحاجه النفسيه اللي مثلا اثرت عليك في المكان الجديد؟ هل حسيت ان انت مثلا مخنوق، مش عارف تتعامل مع الناس، حاسس هل كان في حاجه منغصه فعليه ماديه ملموسه هي اللي ضايقتك وخلتك تحن المكان، ولا مجرد شعورك بعدم الراحه؟ شعور بعدم الراحه بس هقول لحضرتك ده بينتج من انك دايما بتحط كل تصرف، كل كبيره كل صغيره، في مقارنه مع مكانك اللي انت ارتبطت فيه او ارتبطت بيه معظم فتره شغلك. فلو حطيت في موضع مقارنه المكانين ده مع ده اكيد المكان اللي انت قضيت فيه فتره كبيره جدا وارتبطت بكل جزء فيه اكيد المكان ده اللي هيكسب طبعا. طبعا اكيد. لو وضعنا الاثنين في موضع مقارنه مش هيبقى فيه مجال للمقارنه اصلا بين المكانين. تمام. يعني طبعا فعلا المكان اللي بتقعد فيه فترة طويلة واللي بتتعود عليه واللي بتنجح فيه واللي بتاخد منه تجارب واللي بتكتسب فيه علاقات كويسة مع أصدقاء العمل، أكيد طبعا لما الواحد بيتنقل مكان تاني بيبتدي يقارن تلقائي من نفسه حتى من غير ما يشعر بين الموقف ده حصل هنا ازاي وحصل هنا ازاي، الناس هنا كانت عاملة ازاي معايا الناس، فبيبتدي فعلا تحن تلقائي للمكان القديم او المكان اللي قضيت فيه فترة طويلة واكتسبت فيه كل الخبرات دي.
شكرا ليك يا استاذ تاني، ومع تمنياتنا طبعا ربنا يوفقك دايما في مكان عملك، وفي وتفضل دايما عندك الحنين للمكان ده، لانه ده ان دل على شيء يدل طبعا على نبل اخلاقك، على ان انت قد كده حاسس ان المكان القديم اللي انت حبيته واللي انت اشتغلت فيه فتره طويله رجعت له تاني، زي ما حضرتك بتقول انك رجعت له تاني لانه حسيت بالحنين لكل حاجه، وزي ما انت قلت هي كلها جوانب ربطة كلها مع بعض، سواء هو المكان، سواء هم زملاء العمل، سواء هو النجاح اللي حققته في المكان ده. اعتقد ان دي حاجة جميلة جدا واخلاق، اتمنى الحقيقة ان احنا نشوفها عند ناس كتير، انه يحس بحنين للماضي ويحس ان عنده اصول، يعني مش مجرد ان انا بتنقل من حتة لحتة خلاص بنسى كل ما هو قديم وكأن شيء لم يكن، لا طبعا، لان ده عمرنا ودي وحياتنا اللي احنا عشناها. ازاي حياتنا ممكن تتنسي؟ ازاي سننا ممكن تتنسي؟ طبعا ده مش بسهولة ابدا انها ممكن تتنسي، يعني الحقيقة يعني احنا فعلا يعني عمرنا عبارة عن خبرات في اماكن مختلفة، خبرات مع شخصيات مختلفة، ولكن يمكن احنا لغاية النهاردة كل واحد فينا عنده حد من اصحابه اللي كان معاه في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، ده يمكن حتى كمان في ناس اصغر من كده، لانه فعلا الناس دي بتبقى كونت الوجدان بتاعنا، وعشنا معاهم ذكريات حلوه قوي، وعشنا معاهم ذكريات وحشه، واتخانقنا ولعبنا ورحنا وجينا وفرحنا وعملنا كل حاجه حلوه. اعتقد فعلا انه صعب قوي ان هي تتنسي، يعني تجربه حضرتك جديره الحقيقه بالذكر، وان حضرتك تكون فخور ان انت قدرت كمان تاخد موقف مع نفسك وتحدد انت فين بالظبط، لانه في ناس تانية ممكن تتواجد في مكان هو ما بيحبش المكان ومش هيدي في المكان ده المطلوب منه، هيبقى شغله يعني رايح الشغل مش مبسوط مش سعيد يعني، لكن انت فضلت ان انت لا، انا راحتي النفسية سعادتي ان انا ارجع لمكان شغلي القديم وارجع للناس اللي انا بحبهم وللمكان اللي انا بحبه. اعتقد ان دي شجاعة منك جدا انك تاخد الخطوة دي وانك ترجع تاني لمكان شغلك، واكيد 100% زي ما انت بتحب شغلك هو كمان شغلك هيحبك، يعني زي ما انت رايح سعيد قوي كده اكيد كمان شغلك هيسعدك. الحياة دي يعني حاجة احنا عايزين نقول انه هل شغلك هو اللي بيسعدك ولا انت اللي بتبقى رايح تضيف على شغلك ده السعادة؟ هل انت بتبقى رايح لو انت مرتاح نفسيا اكيد هتروح تؤدي في شغلك اداء اكتر من ممتاز، فهتحس ان هو ليه عائد حلو قوي، سواء عائد مادي او عائد اجتماعي. ولكن للاسف احنا احيانا بنشوف ناس من وهو طالع من البيت حاسس ان هو رايح يا عيني شايل الهم، وعلى طول دايما وابدا بيشتكي من شغله وحاسس ان هو مش واخد العائد المادي اللي المفروض ياخده. طيب لو انت متضايق قوي كده غير مكان شغلك. ليه تيجي مكان شغلك اللي انت متضايق منه قوي كده وحاسس ان هو عامل لك ازمات نفسيه وازمات ماديه؟ طب ما تدور في حته تانية وروح اشتغل في حته تانية يمكن تكون اسعد. يعني انا شايفه الحقيقه ان الواحد لازم يدور على مكان اللي هيكون فيه مرتاح نفسيا، يكون عنده الى حد ما جزء من السعاده، لكن ما يبقاش رايح على طول شايل الهم شايل الهم. يبقى انت راحتك النفسيه دي برضو بفلوس، ما هيش ببلاش. يعني انت ممكن تروح في مكان تاخد عائد كويس لكن مش مفيش راحه نفسيه، في معامله سيئه جدا من اصدقائك او زمايلك، بمعنى اصح في معامله سيئه جدا من رؤسائك، في معامله سيئه من اصغر بني ادم ممكن يكون في الشغل. لكن الانسان اللي فعلا عايز يشتري راحته النفسيه لازم يحب شغله، لازم يتواجد في مكان يكون بيدخل السعاده عليه. لكن هي العمليه مش العمليات، يعني للاسف يمكن اكيد انت بتشوف برضو عدد الناس ساعات بيبقى هو على طول شايل الهم. طب مش شايل الهم، طب ايه اللي مقعدك؟ ايه اللي مقعدك في المكان ده؟ يعني هو ساعات الناس فعلا بتحسب حسابات خاطئه وتعتقد انه العائد المادي هو اللي هيحقق له السعاده او الراحه النفسيه، لكن طبعا الفلوس في حاجات كتير جدا الفلوس ما بتعملهاش، منها طبعا السعاده والراحه النفسيه، بدليل انه انت لو مش مستريح في المكان انت اكيد هتغلط، او اكيد هتعمل حاجة مشكلة مع حد، اكيد هتجازى هتعاقب هيتخصم منك فلوس، يبقى انت على قد كل حاجة انت بتعملها وانت مش مستريح نفسيا ومش متقبل اللي هتروح طبعا متضايق وقرفان، هتعمل هترد على مديرك بطريقة وحشة، هتعمل ايه؟ هيتسبب في الاخر ان انت يا هتمشي يا اما هتبقى علاقتك وحشه جدا بزمايلك في الشغل، او ان انت هتخطئ اخطاء هتعاقب عليها ماديا، ويبقى انت في الاخر المحصله هتلاقي مفيش فرق.
ما فيش فرق خالص. فطبعا الراحة النفسية دي زي ما بنقول فعلا هي فلوس، يعني الراحة النفسية دي الناس لو تقدر تشتريها هتشتريها، فمش كل حاجة الفلوس ومش كل حاجة الارتباط الاقتصادي. يعني في ناس تقدر طبعا تتعايش مع الاجواء اللي زي كده، ممكن يكون عندها ظروف طبعا، احنا ما بنظلمش حد او ما بنشككش في معتقدات اي حد، كل واحد ادرى بحاله، لكن انه الراحة النفسية والارتباط بالاماكن، انه نفسيا انت لو روحك متزنة وسليمة وعندك راحة نفسية وسلام نفسي، اكيد هتتطور في المكان اللي انت فيه، اكيد هتعلى، اكيد راتبك هيكبر، اكيد هتحقق نجاحات احسن من المكان اللي انت قاعد وانت مش حبه او مش عارف تدي فيه، فبالتالي هترجع لورا مش هتتقدم لقدام، وده بيتهيألي حل كل الناس. لا انا عايز اقول لك كمان انه في ناس بتبقى ساعات ارائها هدامة، بس يعني هو قاعد في المكان وبيشتغل فيه ومستمر مفيش مشكله، لكن هو يكون هدام لكل زمايله، يا الا ايه ده الواحد جاي زهقان، يعني احنا بناخد كام، يعني مش عارف، طب وانت قاعد ليه؟ يعني انت طالما انت رايك هدام وسلبي، لو زمايله قالوا له طب وانت ايه اللي مقعدك، طب ما يلا نمشي، لا هو ممكن يساعد ان كلهم يمشوا لكن هو برضه مش هيمشي ويظل في هذا المكان. لا انا شايفه ان انت لو عندك الشجاعه وانت عايز تريح نفسك ويبقى عندك راحه نفسيه خلاص امشي، يا اما مفيش داعي انك تطلع طاقات سلبيه توزعها على كل الناس اللي موجودين حواليك، انه انا مش سعيد في شغلي، طيب وانتوا كمان وايه ده واحنا متضايقين ومخنوقين وبتاع، ده في ناس تانيه في اماكن احسن وفي ناس مش عارف، طيب انت حب شغلك، يا اما مش قادر تحبه خلاص دور على حته تانية تكون ممكن تحب الشغل اللي هتقوم بادائه في المكان ده، لكن ما تكونش طاقه سلبيه بتطلع بس يعني شرور زي ما بيقولوا، ان انا اكره الناس في حياتها واكره الناس، يعني حتى يمكن لو واحد على الحياد من كتر ما هو ممكن يسمع حاجات انه لا 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 انا زهقان وانا ايه ده وعشان ايه نقعد ونستحمل، طب ليه بكره الناس في حياتها؟ يعني ما خليك ايجابي اكتر، يا ريت الناس حتى تحاول تحب شغلها، تحاول تتكيف مع الاوضاع اللي هي عايشه فيها، طبعا لانه احنا عارفين انه دلوقتي في يعني يمكن يعني ازمه شغل طبعا، والبطاله ما يعني كتير، فالشغل مش متوفر قوي، فطبعا زي ما عابر قال انه مش كل واحد هيقدر يسيب شغله ويغيره كده بمنتهى السهوله، لا طبعا هو في ناس بيبقى عندها اضطراريه ان هي تكمل في المكان ده، طالما انت عندك اضطراريه خلاص بقى يبقى كمل في المكان ده بشكل افضل، كمل في المكان ده بطاقة ايجابية، يمكن لو بدأت تحب المكان ده وسمحت لنفسك او سمحت للي حواليك كمان ان هم يحبوه يبقى حاجة كويس، لكن ما تتحولش لطاقة سلبية وتكره الناس فيه. يعني انا بعتقد فعلا زي ما انت بتقول انه احيانا بيبقى فيه احتياج اقتصادي اوكي ماشي، لكن ما هيش كل الحياة برضو، يعني زي ما احنا سمعنا كده انه مش كل حاجة الماديات، لا في راحة نفسية، في احتياج عاطفي، حتى في احتياج بتحس ان انت مرتاح نفسيا في المكان ده. اعتقد انه في كمان ارتباط اللي هو انك ترتبط بالوظيفة دي ما تقدرش تغيرها، يعني مثلا انت بتشتغل حاجة معينة، لو عرض عليك انك تشتغل حاجة تانية تقول لا انا ما اقدرش، انا اتخلقت عشان اكون كذا. اعتقد برضو انه ده ارتباط بالوظيفة نفسها، بنوعية الوظيفة نفسها، يمكن دي احنا بنشوفها مثلا في الناس اللي بتقعد في فترات طويلة، حتى لو اتعرض عليه انه لا انت دلوقتي يعني لا بقى عندك خبرة كبيرة قوي وترقيت وبتاع، تعالى انقل مكان شغلك او انقل وظيفتك من الكارير الفلاني للكارير لحاجة تانية، لا الناس مش هتقدر، في ناس ما بتقدرش ان هي تغير وبيفضل شايف انه هو لو فضل كده طول عمره هي دي سعادته، فمش كل واحد سعادته ان هو يعني مجرد ان هو يتنقل من حته لحته مش هي دي السعاده، لا في ناس بتبقى شايفه انه انا لو فقدت المكان ده او لو فقدت وظيفتي دي او فقدت الاشخاص دول مش هكون سعيد بينهم، يعني مش هكون سعيد من غيرهم، يعني حتى لو تواجدت في مكان تاني. اعتقد كمان ان احنا يمكن عندنا احيانا ساعات بيبقى عندنا ارتباط مع بعض في نوعيه انشطه معينه، زي مثلا فريق الكوره او اي ناس بتمارس اي انشطه رياضيه مع بعض او انشطه ثقافيه او اشياء، مثلا تلاقي ساعات بيروحوا نوادي عندهم حفلات عندهم انشطه ثقافيه عندهم نشاط رياضي، تحس ان الناس دول بيبقوا مرتبطين كلهم ببعض ما يقدروش يسيبوا بعض طبعا اكيد، يعني بتحس ان الفريق ده لا خلاص هو مش هيسيب بعضه، يعني يمكن بيبقى المكان ده هو بيحب النادي ده او بيحب المكان ده بس عشان هو معاه فريق من الناس ما يقدرش يسيبهم، ده صحيح. اعتقد هو اهم حاجه فعلا غدا انه كل واحد
يعني يكتشف نفسه، يعني يشوف متطلباته سواء جسدية سواء نفسية سواء مخه رايح فين، ظروفه الاقتصادية ظروفه الاجتماعية، يعني يكتشف نفسه ويوصل في الاخر ايه اتجاهه ايه. اذا كنت انا هستريح عشان انا باخد فلوس اكتر، اوكي خلاص يبقى دي هو انت طبيعي، يعني طبيعتك كده. يعني ممكن انت ارتباطك بالشيء ارتباط مادي، في حد ارتباطه روحاني شوية او ارتباط نفسي، لازم يكون مستريح. اهم حاجة ان انت تكتشف نفسك وتعرف متطلباتك ايه، لانه انت مش مطلوب منك خالص ان انت تشتغل في مكان وانت كارب تعمل مشاكل هنا ومشاكل هنا ومشاكل هنا، وان انت تبتدي تخسر نفسك وتخسر علاقاتك وتخسر المكان حتى اللي انت ظنيت ان هو ده المكان المناسب ليك. كل واحد له متطلبات معينة، والاحتياج النفسي او المادي او حتى الروحاني وعلاقتك بالاماكن اللي بتشتغل فيها، علاقتك بالاشخاص اللي حواليك سواء جيرانك او قرايبك او زمايل العمل، كل ده هيأثر على ادائك في العمل. يعني اوعى تفتكر ان انت هتروح بقى ومتضايق مش هتشتغل كويس، هتغلط، هتعمل علاقة وحشة مع زميلك او مديرك او الكلام ده. اوعى تفتكر ان انت رايح مكان لا يربطك بيه اي شيء، لا نفسيا معنويا ولا ماديا ولا انت حبه ولا اي حاجة، وتفتكر ان انت في الاخر هتحصل منه حاجة كويسة سواء كعلاقة اجتماعية او حتى ماديا، لانه انت كده بتخسر نفسك بتخسر مكانك في الشغل في الوظيفة. اهم حاجة كل واحد يكتشف هو طلباته ايه، نفسه راحة فين، ايه اللي هيريحه نفسيا، هو محتاج ايه، ويبتدي فعلا ياخد قرار بكده هيسعد، والشغل بتاعه اكيد هيتطور وهيسعد بيه، والدنيا تبقى ماشية في اتزان نفسي ومعنوي، وفي الاخر ما يحبش يعني يسيب المكان يرتبط بيه كليا، لانه هيبقى فيه كده زي ما بنقول العلاقة التبادلية اللي هو انا بدل المكان والمكان بيديني، ويبتدي يحصل له نوع من الاستقرار ويتطور وكل ده يعني هيعود عليه طبعا. احنا كمان في حاجة في ارتباط معين تاني، ارتباطك بقى بعربيتك، هل بيبقى الانسان فعلا عنده ارتباط؟ لا ده موضوع ده موضوع بقى لوحده. ده ارتباطك بعربيتك ده اعتقد انه اغلبية الناس بيبقى عندها ارتباط بعربيتها لانه فيها كمية. رجعنا لكم تاني ومعانا بقى حسام عشان يكلمنا عن حنين للعربيات. طبعا احنا عندنا حنين جدا بقى، وعندنا حنين للنادي الاهلي برضه عشان انت النهارده بتتكلم على حاجه تانية بس برضه هنتكلم عن النادي الاهلي. قول لنا بقى حسام الاول، مساء الخير. مساء النور. قول لنا بقى ايه الجديد في عالم السيارات؟ هو مش جديد، يعني يعتبر حنين اي انسان مثلا بيشتري عربيه معينه وليكن اي موديل قديم فبيحن ليها طبعا، مهما جابوا عربيه عاليه او عربيه كبيره احسن طبعا منها في الامكانيات، بس في الاخر برضه هو بيحن ليها. بس السؤال بقى ان هو يطرح نفسه، هو فين العربيه؟ فين العربيه؟ ده سؤال الناس كلها بتتكلم عنه، سواء هو شاب لسه بادئ حياته، راجل عايز يعني ارهق خلاص من المواصلات او ارهق وتعب جدا عايز يجيب عربيه، وبيسعى ان هو يجيب عربيه معينه، بس في الاخر بيفوجئ ان العربيه ديت اصبحت حاجه صعبه في المنال، يعني مش اي حد يجيبها. هو ده السؤال اللي الناس كلها بتساله. العربيات بقت داخله في سكه صعبه جدا، مفيش حد يعني دلوقتي دخله متوسط يقدر يجيب عربيه، تزامنا مع الاسعار العاليه قوي اللي هي الاوفر زياده عن اللزوم، مفيش حد خالص دلوقتي، او الناس يعتبر اللي هو ما عنده عربيه بقت معاه كنز مش عارف يغيرها مش عارف يحسنها. الراجل اللي هو مش معاه عربيه مش قادر فعلا. هو كل حتى ما الواحد يقرب انه راسم في دماغه حاجه معينه او عربيه معينه او مبلغ معين، كل ما يجي يقرب من المبلغ يجي يبص يلاقي لا ده احنا بعدنا تاني خالص، وهكذا دايره مش عارف. فعلا في طفره دايما متكرره ومستمره في موضوع اسعار العربيات، من اشاعات تعويم الجنيه وبعد ما تعوم الجنيه وبعد كده فضلت العربيات فعلا في ازدياد مستمر. طبعا ده حاجه هو الموضوع كله، يعني هنلخص الكلام كله في عام 2015. يعتبر هو عام الحزن وفي نفس الوقت عام الفرح، يعني هو عام الحزن للناس اللي هم مستهلكين السيارات كلهم عايزين يشتروا عربيه معينه، حصل طفره بشعه جدا في اسعار العربيات،
طبعا الناس كلها الجأت الطفره ديت لارتفاع سعر الدولار، فمقارنه بارتفاع الدولار فالعربيات طبعا اللي هي مثلا وليكن كانت ب 10000 دولار دور قيمته بقت عاليه شويه، فالموضوع بقى مضاعف. كلام منطقي. بس دلوقتي احنا شايفين او اليمين دول كلهم شايفين ان في ناس او الدولار الى حد ما بقى ثابت نسبيا بل بيتراجع دلوقتي. فين اسعار العربيات عامله ازاي؟ اسعار العربيات طبعا مجنونه فوق، في زياده بشعه جدا. اعتقد ان هي عمرها ما هترخص، يعني احنا هنا صعب قوي، احنا عندنا كده مبدا ان الحاجه بعد ما بتغلى صعب قوي ان هي ترخص. هل انت عمرك شفت حاجه رخصت؟ لا يعني هل العربيات مثلا ممكن بعد ما توصل لسعر معين ممكن تنزل؟ بس زمان كنا بنسمع مثلا حاجات معينه يقول لك لا اليومين دول العربيات زاده شويه، لا الشهر الجاي العربيات هتقل شويه، في كده كان في سوق الى حد ما كان سوق في نسبيه شويه، في تفاوت في الاسعار، في ارتفاع، في نزول. في بس بيتهيألي حسام انه الموضوع برضو مرتبط في حاجات تعويضيه، يعني في حاجات قدام تراجع الدولار او ثبوته كمثلا، يعني انا اتوقع انه في ارتفاع في اسعار الخامات نفسها، يعني الحاجه نفسها غليت بره، يعني الحاجه اللي كانت ب 10000 دولار اصلا دلوقتي مثلا بقت ب 12، يعني التكلفه نفسها زادت. طبعا اكيد الضرايب بتاعتنا اللي كل شويه بنلاقي فيها اختراعات زي اخر حاجه طبعا القانون الضريبه المضافه والكلام ده، اكيد ده كله الموضوع ما بقاش بس واقف على موضوع ان الدولار زاد او قل، لا اكيد في عوامل تانية كتير اكيد بتتحكم في الموضوع. طب بالنسبه للتجار اللي هم سعر العربيات عندهم كان مشتري بسعر قديم وحصل وليكن زياده الدولار موجوده فرفع سعر العربيه، الناس دي كلها ايه؟ الناس دي كلها اللي هم باعوا عربياتهم مثلا او باعوا العربيات دي كلها في السعر القديم، هو معاه عربيه قديمه مشتريها بسعر قديم، باعها فوق سعرها حوالي مثلا 50 70 الف جنيه، طب ليه؟ انت اصلا كده كده مشتري عربيه بسعرها القديم. طبعا الموضوع بقى جشع جدا. في بقى الرقابه اللي هي هتراقب الحاجات دي كلها؟ لا، في ناس كمان انا بيتهيألي انه لما بيبقوا شامين مثلا انه في زياده هتحصل او الدولار او كذا، في ناس بتشتري اصلا عربيات كتير بالزياده في الرخص ده عشان تستفيد من النقطه اللي انت بتتكلم عليها ده، يعني يخزن فعلا عربيات بسعر قديم ويبتدي يبيع في السعر الجديد، وطبعا ده جشع طبعا، وده حاجه يعني غير مقبوله. لو تفتكر زمان لو حصل الموضوع ده كان في يعتبر لحد ما دعوه يقول لك خلاص يا جماعه احنا هنعلي السعر اللي هو المستورد يعني، فبالتالي عشان ما حدش يشتريه، مقارنه ان احنا نعمل هننشط شويه حركه التصنيع عندنا، يعني هنشغل مصنع نصر يطلع اصلا عربيات معينه وليكن لادا، هنعمل عربيه صغيره اسمها نانو ايجيبت، الحاجات دي كلها فين؟ ولا هو كلامه خلاص بيسكت بيه المستهلك عشان يهدى شويه وفي نفس الوقت يبقى خلاص يبقى امر واقع بالنسبه له وهيشتري عربيات. ازاي يعقل العربيه هو واحد مشتريها مثلا في 2007 ولا 2008 مشتريها ب 100000 جنيه يبيعها دلوقتي في 2017 بحوالي 250000 جنيه؟ لان كل حاجه فعلا كل حاجه بتغلى بالرغم من ان هو اخذت فتره طويله بيستخدمها، يعني الشيء الطبيعي انه بعد الاستخدام لفتره مثلا وليكن 10 سنين سعرها هينزل، يعني لكن دلوقتي هو سعرها بقى بيعلى كمان اكتر من هو اشتراها. طبعا هو دلوقتي كمان يعني هو استهلكها وهو عمل بيها خبطات وخدوش والكلام ده كله، هي يعني هيبيعها باكتر من سعرها. لا ما هو ده ثمن الذكريات بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، ثمن الذكريات والحنين اللي لعربيته يعني فهيتضاف عليها. بس فعلا حسام زي ما انت قلت برضو الرقابه، موضوع الرقابه ده مهم جدا، ما فيش حاجه عندنا بتخضع للرقابه، كله شغال بدماغه، يعني ما اعرفش دي حتى في المستعمل، يعني ليه ما يبقاش عندنا حد بيقيم المستعمل وبيحدد الاسعار ويتباع بشكل معين؟ كل واحد بيحط اسعار خياليه، اسعار لما تكون عربيه فعلا موديل 2006 ولا 2007 وثمنها يتضرب في 2 او في 3 بالرغم من ان هي استخدمت 10 سنين، يعني خلاص يعني بقت عربيه مستهلكه، يعني انه ثمنها يزيد الضعف، فين الكلام ده؟ ايه ده؟ بتهيألي العربيات نصر اللي هي اللي انت بتتكلم عنها دي يا حسام اللي هي العربيات الصغيره دلوقتي مش كده؟ احنا معانا صوره ليها يا احمد العربيات دي؟ طب اوكي ممكن تعرضها لنا، ممكن تكلمنا عنها يا حسام العربيات ديت؟ انا شايفاها هي دي عربيه صغيره قوي يعني تحسها مش كده؟ هي عربيه 126 يعني يعتبر هي فابريكا جوه رشه بره زنبها قوي جدا العربيه دي، انا فعلا دخلت وعجبتني جدا فانا قلت يعني هبيع عربيتي واشوفها فطلعت اللي هي 80000 جنيه ب 80000 جنيه. بس دي عربيه صغيره قوي يا حسام، دي موديل الثوره دي ولا موديل 52 ولا موديل ايه دي؟ دي اكيد يعني ستينات مثلا او ما شابه يعني. لا بس هو عامل فيها شغل كويس. لا يعني هي فيها فوج موجود برضو فيها لا الجنوط ما شاء الله اكبر من العربيه. ده كام يا حسام؟
ده فعلا مطلوب فعلا والله. واحد عرضها مطلوب فيها 80000 جنيه يعني العربيه نفسها 80000 جنيه. ده دي تقريبا موتورها ورا في الـ في الـ في شنطه العربيه اعتقد. يعني العربيه صغيره قوي كمان. عربيه صغيره دي عايزه شاب صغير كده هو يركبها لوحده يعني. انت حسام ما تدفعش مثلا فيها او اشيل الكرسي. عايزه بس دي عايزه بس عايزه بس صغير جدا اللي يقدر يركبها ب 80000 جنيه في الاخر. طب ليه؟ لا ثاني يعني هو الشاب اللي لسه بدا حياته وعمل جمعيه كده المحترمه لحد ما وجمع بيها 80000 جنيه. فهو الحل الوحيد الامثل اللي هو يركب عربيه موديل 60 وهي يعتبر فيات 126. العربية دي اصلا انا يعني فاكر انه من 10 سنين مثلا الكلام ده كان في يعني كانت متداولة يعني كان في منها كتير كانت ده ب 5000 جنيه و4000 جنيه وحاجات غريبة كده وماتور معرفش منين من بورسعيد ومعرفش ايه ويتشقلب كله على بعضه يعني العربية اللي هي بتبقى يعني طلقة بتبقى كلها 5-6000 جنيه بالظبط 80000 جنيه بعدين بتمشي كمان فاتحه الكبوت بتاعها ورا يعني هي بتمشي مش لا هي بتبقى سخونيه تلاقيها مولعه الشارع ومولعه العربيه نفسها ومولعه اللي راكب جوه بالظبط يا جماعه. لا بس ده نموذج يعني لما وصلت اليه حاله العربيات وسوق المستعمل وسوق طبعا الزيرو انه طفره شديده جدا في اسعار العربيات. هو للاسف طبعا ان الاسعار غليت جدا وللاسف انه احنا دلوقتي بقينا صعب وللاسف الاكتر انه المفروض ان احنا وقتنا خلص يعني ف يعني عندك حاجه سريعه جدا حسام ممكن تقولها في موضوع العربيات ده؟ لا هو يعني احنا نتمنى فعلا ان الرقابه تشتغل شويه لحد ما يعني نزود شغلها تعمل رقابه على كل حاجه موجوده يا جماعه. المواطن مطحون المواطن اللي عليه عائق كتير قوي اقتصادي صعب مش معقول هيشتري عربيه برقم خياليه زي دي ما ينفعش. طبعا لازم نيسر شويه لازم نعمل رقابه على التجار والموزعين الكبار الناس كلها تعمل عليها رقابه كويسه بس يا رب ان شاء الله الرقابه تصحى كده برضو يعني تبتدي تمارس دورها اللي احنا اتكلمنا عنه في حاجات كتير جدا عشان نحس احنا كمواطنين عاديين كده ان فعلا في رقابه على كل حاجه يعني. طبعا في النهايه احنا بكره ان شاء الله الاهلي هيلعب مع الوداد المغربي في ماتش الاياب ان شاء الله بنتمنى الفوز للنادي الاهلي ويرجع لنا ان شاء الله بالبطوله وان شاء الله الاسبوع الجاي نتكلم عن النادي الاهلي بشكل اكتر. طبعا عايزين نقول لكم ان احنا كنا سعداء جدا معاكم النهارده في الحلقه ديت. هنقول لكم تصبحوا على خير ونشوفكم الجمعه الجايه ان شاء الله على خير.